الله. ما هي فوائد السفر؟ بعض يسأل عن فوائد السفر، هل هناك في السنة أو في سير الصحابة ما هو دل على فوائد السفر؟ فوائد السفر عظيمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، وإياكم أن تقرأها وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، والأسد لولا فراق في الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب، والماء مش عارف الماء ايش، انسان طاب وان لم يجر لم يطب. هي ابيات الامام الشافعي رحمه الله تعالى تدل على ان السفر له فوائد متعدده عظيمه، فمنها ان يفارق المرء مكان راحته وهدوئه الذي اعتاده الى مكان يجد فيه خشونة العيش، بعيدا عن الأهل، بعيدا عن الزوجة، بعيدا عن الأولاد، بعيدا عن الأم، بعيدا عن الوالد، فيلقى في مثل هذا الفراق نوعا من الصعوبات والآلام التي لا يعرفها إلا من فارق أهله ووطنه، وبالتالي إذا رجع إلى وطنه رجع يحمد الله عز وجل على نعمة الأهل والوطن والدار. وفي الأسفار يعرف الناس بعضهم بعضا ويميز بعضهم بعضا، فمعادن الرجال تظهر في الأسفار، الكريم يظهر بكرمه والبخيل يظهر ببخله، والذي فيه يعني طبائع طيبة كقضاء حوائج الناس وإعانتهم، والذي يبخل بنفسه، كل هذا يظهر في السفر. في السفر محك يظهر عنده معدن الرجال ومعدن أشباه الرجال. كذلك في السفر يستفيد الإنسان من تعلم أشياء كثيرة، فهو أولا يشاهد ما لم يشاهده، وهذا يعني لوحده أمر عظيم، أن ترى ما لم تره من قبل يزيدك خبرة وفهما وعلما، أن تتعلم أشياء جديدة ممن حولك، لأن الناس في مجموعهم لديهم خبرات عظيمة وعلوم لا يستطيع المرء لوحده أن يعرفها أن تعلمها، فعندما يحتك بالناس يكتسب خبرات جديدة لم يكن قد اكتسبها من قبل. وكذلك فإنه يتعرف على عادات الشعوب وتقاليدها وقيمها ومبادئها، فإذا تعرف على حضارتهم وتواريخهم وعاداتهم وتقاليدهم استطاع أن يميز بينهم وأن يفهم كيف يعامل كل شعب من الشعوب وكل جنس من الأجناس. السفر كذلك يعلم المرء الصبر، يعلم المرء الصبر، لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، يمنع المرء رحله، يمنع المرء طعامه وشرابه وراحته. ولذلك فإن الإنسان إذا سافر احتاج إلى صبر لا يحتاج إليه في موطنه وبيته وأهله، فإذا تعلم المرء من السفر الصبر هذا شيء عظيم. لذلك يتعرف الناس في السفر لتلك الغاية التي أخبرنا الله تبارك عنها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي السفر يلقى المرء أناسا من المسلمين يتعرف عليهم، بل حتى من غير المسلمين وأصنافا شتى، ويكون فيه في ذلك باب من أبواب الدعوة، دعوة الخلق إلى الدين وإلى الأخلاق الإسلامية وإلى التوحيد. والعكس بالعكس تماما، قد يتعلم المرء من الآخرين، كما نحن هنا مثلا في هذه البلاد المقدسة الطيبة يتعلم المرء من مجالس أهل العلم وحضوره الدروس وزيارة المساجد الكثيرة، يتعلموا الدين والفقه والتوحيد العقيدة الأخلاق،
كل هذا ربما لو جلس في بيته لما تعرف عليه ولما استطاع أن يفهمه. أما في السفر فإنه يستطيع ذلك. كذلك تعلم المرء في السفر الانضباط، كيف يكون منضبطا في مواعيده، فإن الناس لا ينتظرونه إذا كانوا خاصة في مثل هذه المجموعات قد ينتظرونه دقيقة دقيقتين عشرة، لكن بعد ذلك لن ينتظره أحد، لذلك فهو مضطر دائما إلى أن ينضبط في مواعيده. وكذلك يتعلم المرء في السفر ما يتعلمه في حضره من قلة النوم. المسافر ذو حاجة لا ينام كما ينام في بيته وفي حضره حتى تضحى حتى تطلع الشمس عليه، بل لا ينام في اليوم ساعتين أو ثلاثة. فهكذا يدرب الجسد على أن يكتفي بعدد أقل من ساعات النوم. فهذا أيضا من الأمور العظيمة في السفر التي يحتاج المرء إليها، ويعني مما يستفيد الإنسان من سفره. كذلك يتعلم الإنسان في سفره ما لا يتعلمه في بيته وفي حضره من غسل ملابسه وخصف نعاله وإعداد طعامه والاعتماد على نفسه للتسوق وما شابه ذلك مما لا يمكن له أن يفعله في بيته إلا نادرا. فغالبا ما نعتمد على النساء وعلى الأبناء وعلى غيره بمثل هذه الأمور أو الخدم أو أول، لكن في السفر لا يستطيع المرء أن يفعل ذلك بل يفعله بنفسه. وكذلك من فوائد السفر أن يعتاد المرء أن يعيش في جماعة مع الخلق ولا يعيش منعزلا وحده. فمثل هذه السفرات يعيش الناس كل ستة وكل سبعة وكل خمسة وكل عشرة في غرفة واحدة، حيث كان المرء في بيته لا يفعله ولا يقبله. ويتعلم التواضع، الذي كان لا يضع عن رأسه يضعها هنا عن رأسه، والذي كان لا يلبس لا يخرج الناس إلا وقد لبس أفضل الثياب وتلك الثياب المكوية وما شابه ذلك. في السفر يتخلى عن كل ذلك، فيخرج بملابس ليست مكوية ومتسخة، ويكشف عن يحسر عن رأسه، وقد تبدو من حين لآخر إذا لم ينتبه عورته. فيصاب الإنسان بنوع من التواضع أراد لم يرد. كذلك يأكل مع من يحب ومن لا يحب، في تعليم للمسلمين أن يعيشوا في جماعة واحدة يأكلوا معا. على اتحال السفر فيه يعني فوائد عظيمة، يعني لو أردنا أن نحصيها في كتاب لما الله أعلم لما استطعنا ذلك. فهذه بعض فوائد السفر التي يعني تكلمنا عنها، وسنضطر أن ننزل إلى الصلاة، وإن كان هناك نصيب نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله. بارك الله فيك.